البند الثاني هو كلامي للقائمين على العمل ده. العمل ضخم جدا، لان احنا مش داخلين نعمل بس الصرف الصحي او نحسن من ميه الشرب او نحسن من الكهرباء، لا، احنا داخلين نعمل برنامج متكامل، سواء كان التعليم او الصحه او الاتصالات او الزراعه. فيعني ناويين بفضل الله سبحانه وتعالى طبقا للتخطيط المعمول ان احنا فعلا يعني ندخل الريف في ال 52 مركز دول، ويكون النتيجه بتاعتهم نتيجه تفرحنا وتسعدنا كلنا. يتبقى زي ما قلت كده ان المجموعات العمل ديت تبقى عندها جزء كبير من اللامركزية في إدارة الموقف على الأرض أو في المراكز ديت أو في القرى ديت، لأنها ليست قرى متشابهة. يعني إحنا كل قرية هتبقى لها ظروفها، فعايزة إن المعني بالموضوع القائم على العمل يبقى منتبه جدا جدا إن هو يحقق أفضل شيء من غير ما يعني ما يبقى فيه مشكلة. يعني ده مجموعات العمل، وبالتالي احنا في وثيقة اصدار حياة كريمة احنا المعنيين بالمراكز على الاقل لمجموعة عملهم احنا هنصدرهم في وثيقة يا دكتور مصطفى، عشان ده تاريخ. لان المشروع اللي بيتعمل ده مشروع ضخم جدا جدا. اتصور ما فيش كتير من دول العالم ممكن تتحرك بالطريقة ديت. يعني فبتواضع شديد انا بقوله، احنا ان شاء الله خلال الثلاث سنين اللي احنا يعني حددناهم لنفسينا هنتحرك ونعمل كده. قلت يتبقى اهلنا في الريف اللي احنا هنتعامل معهم. يعني عايز اقول لكم لو ما تعاونتوش معانا بجد وساعدتونا في ان احنا ننجز المهمة بتفاهمكم ومساعدتكم لينا، هتخلونا هنعاني، واحنا مش عايزين نعاني. ليه؟ عشان نخلص بسرعة. حتى لو انتوا تعبتوا شوية معانا اثناء عمل المشاريع في القرية، طبعا هتبقى في حفر وفي تنظيم للمنشآت والمباني.